اهلا بيكم في قناة اكلة ترندي. لو محتارين تاكلوا ايه وعاوزين تجددوا، النهاردة هنعمل فراخ مشوية بتتبيلة جديدة جدا، معاها كده رز مدخن طعمه تحفة على طريقة المطاعم الفخمة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. هنعمل التتبيلة دي بأسهل طريقة، يلا بينا بسرعة. نحط كوباية زبادي مع معلقة كبيرة من عصير الليمون، معلقة من الكركم، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معلقة كبيرة من الملح، معلقة كبيرة من زيت الزيتون، معلقة كبيرة من الثوم المفروم، ونقلب كده عشان نخلط كل المكونات زي ما حضراتكم شايفين. والفرخة زي ما حضراتكم شايفين شكلها، أنا فتحاها بالطريقة دي من ورا كده عشان يبقى شكلها بالشكل الحلو ده. وهنجيب كده الشاكوش بتاعنا ونبدأ ندق فيها شوية كده، مش كتير، هندق شوية عشان نبدأ نفردها كده شوية عشان تشرب التتبيلة يبقى شكلها حلو. وعند الرجلين كمان، هنبدأ نتبلها. ممكن نتبلها طبعا ونخليها في التلاجة قبلها بيوم وتبقى جاهزة على الطبخ تاني يوم. شايفين انا بفتح بين الجلد واللحم كده من ناحية الصدر، وهنا برضو، وهفتح بالسكينة من تحت، شايفين، عشان التتبيلة تدخل جواها كلها. هنيجي بقى على الورك، هنعمل فيه ايه؟ هنعمل شرايح كده بالسكينة، شايفين، فتحات كده عشان التتبيلة تدخل جواها وتبقى طعم الفرخة حاجة تانية. هنحط التتبيلة بتاعتنا، نبدأ بقى نعمل لها المساج الحلو ده، وندخل التتبيلة كل الفتحات على قد ما نقدر عشان الفرخة بتاعتنا تطلع طعمها كلها حلو. نقلب ونتبل من جوه برضو نفس الطريقة. شايفين الفرخة تتدلع على الآخر. خلاص كده خلصنا، بقت الفرخة جاهزة عندنا. هنحط شوية من الريحان الناشف على الوش كده، وكمان شوية بابريكا يدوها طعم حلو ولون حلو كمان. هندخلها الفرن درجة حرارة 200، بتقعد ساعة وبتبقى جاهزة. في مية بتغلي على النار، هنحط معلقتين من الملح، هنحط بقى معاهم ورق لورا وحبهان، ونحط كمان معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. ننزل 5 كوبايات من الرز البسمتي، أنا غسلاه مش ناقعة ولا حاجة، والمية بتبقى حوالي 9 كوبايات مية عشان أنا بغلي رز البسمتي مش بسويه، يعني مش هخليه يشرب المية كاملة، لا بغليه زي المكرونة كده وبيستوي بسرعة جدا زي ما حضراتكم شايفين شكله. اهو كده عندنا استوى، هنصفيه زي ما حضراتكم شايفين ده شكله. هنا بقى معلقتين من الزعفران، انا حطاهم في مية سخنة، وهبدأ انزل على وش الرز كده شوية شوية، مش عليه كله عشان يبقى ملون الرز معانا اصفر ابيض. لو ما عندنا الزعفران ممكن نستخدم كركم. هنحط على الوش كده الفرخه العظيمه دي، هننزل بقى بربع كوبايه من الزيت على الرز، ممكن نحط زبده او سمنه زي ما حضراتكم حابين. وهنحط بقى ايه التركه الحلوه دي اللي بتخلي الرز ريحته حلوه قوي وطعمه جميل. هنحط فحمه مولعه على النار، ننزل عليها بمعلقة من الزيت أو السمنة، شايفين الدخان، الدخان ده اللي بيدي طعم الشوي في الفرخة والرز كمان. هنغطي عليه بالفويل زي ما حضراتكم شايفين شكله عشان يشربوا من الدخان بتاع الفحم كده. شايفين الدخان طالع ازاي، نحاول نقفل عليه على قد ما نقدر. نسيبه بقى حوالي 10 دقايق لحد
ما نحس خلاص اللي هو اتشرب. شايفين شكله حلو ازاي؟ لو قدمناها على السفرة تبقى تحفة. شايفين لون الفرخة؟ بتتكلم اهي. تتبيلة جديدة وطعمها رهيب، لازم تجربوه. هنبدأ نزينها بقى كده عشان تفتح النفس. هنا الرز هنقلبه كده شوية عشان الأصفر يختلط كده مع الأبيض. شايفين الرز مفلفل ازاي؟ كل حبة بحبتها. شايفين شكله حلو ازاي؟ مش عاوزة اقولكم على الريحة، تحفة. نبدأ نزين بقى شرايح الليمون كده. الليمون ده لما يتعصر على الفرخة بيدي طعم حلو قوي وقت التقديم. وهي كده مش محتاجة حاجة، هي شكلها حلو لوحده. ممكن نرش رشة بقى ايه، ريحان كده على الوش. يا سلام، لو عاوزيني اغرف لكم في طبق عشان تشوفوا الطعمه. شايفين الرز مفلفل ازاي؟ طعمه مش عاوزه اقول لكم جميل قد ايه. اعملوا الاكله دي حلوه، هتعتمدوها على طول ان شاء الله. هنقطع حته من الفرخه الدايبه دي، شايفين مش محتاجه كلام. وبالهنا والشفا، اشوفكم في اكله جديده. مع السلامه.